السلام عليكم. الكبد الدهني او لاستياتوز ايباتيك او لفواغرا هو مشكل في تزايد مستمر، اصبح كيقص جميع الفئات العمريه، وخير دليل هو ان مليون طفل عبر العالم عنده هذا المشكل ديال الكبد الدهني. عندك هذا المشكل كيهمك الموضوع، ما عندكش هذا المشكل كيهمك الموضوع، من اجل ان تكون عندنا الوقايه. الاسباب الحقيقيه والحلول الواقعيه لمشكل الكبد الدهني، هذا موضوع اليوم، بقاو معنا. الكبد هو عضو كيقوم ما يقارب 900 عملية بيولوجية في الجسم ديالنا، والطبيعة ديالو هي طبيعة مائية ماشي طبيعة دهنية، يعني يشتغل في وسط مائي، وبالتالي ميكيولي الكبد محاط بالدهون، فيصبح الكبد يشتغل في طبيعة دهنية، وهنا كيسبب مشكل كبير بزاف. الأدوار ديال الكبد أدوار كبيرة بزاف. يكفي أن الوزن ديالو يعني كيلوغرام ونصف، لما كنحيدوا أربعة الأخماس ونخليوا الخمس فهو يتجدد في ظرف شهر. هذه طاقة جميلة جدا، وهذه قوة الجسم البشري. والخلية اللي كتقوم بهذا الدور هذا هي خلية وحدة وسط الكبد كيتسموا ليزيباتوسيت. فوظائف الكبد هي وظائف كبيرة بزاف، يتدخل في تنشيط فيتامين دي، يتدخل في تخزين الفيتامينات الدائبة في الدهون، يتدخل في كل العمليات البيولوجية، ويتدخل في إبطال مفعول السموم اللي الجسم كيتعرض لها. فهو عضو عملاق يستاهل منا حلقات وحلقات، لكن اليوم غادي نهضروا على هذا المشكل ديال الكبد الدهني او لا لفواغرا او لا تشحم الكبد. نمشيو للأسباب. الأسباب هي متعددة، ومن ضمن الأسباب واللي نبغي نأكد عليها هو ماشي نسمعوا أنه كبد دهني معناته راه استهلاك الدهون هو المشكل، بل العكس تماما. فالمشكل الأول هو تغير نمط التغذية ديال الإنسان. علاش تغير نمط التغذية؟ فأصبحنا الآن غاديين في واحد نظام غذائي لا يمت بصلة للنظام الغذائي الفيزيولوجي والغذاء الحقيقي ديال الإنسان. كثرة المشاكل الصحية، أنواع الأنيميا اللي ولا كيعيشها الإنسان، نقص الفيتامين دي المهوي اللي ولا عندنا، مشاكل الغدة الدرقية، الجرثومة الحلزونية، هذه كلها مشاكل كتبت وبالملموس أننا لسنا في المسار الصحيح فيما يخص التغذية ديالنا، ولا بد أننا نراجعوها. فمن ضمن الأسباب ديال هاد تشحم الكبد، هنا غنعطيكم مثال بسيط، هو أن هذوك ليزوا مي كيبغيو ينتجوا منهم لو فواغرا، فكيعطيهم مساحه صغيره للحركه، ما كاينش حركه، زائد الكافاج كثره الاستهلاك وكثره الاكل، وبالتالي يتكون هذا لو فواغرا. بالنسبه للانسان فنفس الاسباب. الانسان اليوم تحول من استهلاك اغذيه فيزيولوجيه الى اغذيه لتسمى بالاغذيه ذات المشعر السكري المرتفع او لاندكس غليسيميك اللي هو طالع. فهذا المشعر السكري هو عباره عن سبب اول لهذا المشكل هذا. وهذا المشكل فين كاين؟ كاين في الحلويات، كاين في المحليات، كاين في الدقيق الابيض، كاين في هذه الاغذيه المصنعه اللي كتعطينا لاندكس غليسيميك طالع، واللي الجسم والكبد للاسف كيضحي براسه من اجل انه يخزن هذه الطاقه الزايده على شكل ما يسمى بثلاثي الجليسيريد. هنا فهمنا ان كنسمعوا الكبد الدهني لا يعني استهلاك الدهون، بل بالعكس المشكل هو كثره استهلاك الحلويات والمحليات وهذه الامور وهذه المسائل هذه كامله. فمي كيكون هذا الغذاء فيه طاقة ومسحوبة منه الحيوية ومشعر السكري ديالو طالع، فكيرفع لنا هرمون الأنسولين، وهرمون الأنسولين يعطي إشارة للجسم للتخزين. هذه قاعدة فيزيولوجية في الجسم. فالجلوكاغون كيعطي للجسم أنه يستهلك الطاقة، والأنسولين كيعطي للجسم أنه يخزن الطاقة، وللأسف الطاقة كثيرة بزاف الجسم كياخذها، فهذا المشكل اللي كيوقع، وبالتالي كيولي الكبد يضحي من أجل أنه يخزن هذه الطاقة على شكل ما يسمى بثلاثي الجليسيريد اللي فيه الجليسيرول وفيه 3 اسيد غرا او 3 ديال الاحماض الدهنيه، داكشي اللي سميتو تريغليسيريد. تشحم الكبد ما كيخصش غير الناس اللي عندهم زياده في الوزن، وهذه نقطه اساسيه نبغي نوضحها، بل يقدر يكون الانسان ماشي وزن عادي، يقدر يكون ضعيف في الوزن وعنده الكبد الدهني. فكذلك من ضمن الوجبات هو الاكل في اي وقت، يعني الاكل بين الوجبات الغرينيوتاج. النقطه الثانيه هي كميه الاكل،
فكمية الأكل مهما كانت فهي تسبب هذا المشكل لأن طاقة زايدة وبالتالي تخزين أكبر. استهلاك الخبز الأبيض وفي غياب النخالة اللي هي النخالة هي اللي كتنقص من مشعر السكري ديال هذا الدقيق هذا فكنزولوها، زائد أن الإنسان ما كيديرش الخميرة بلدية، مما كنديروش خميرة بلدية الجسم ينتج الإيثانول، الجسم ينتج الأسيتالديهيد، ومي كنقولوا الإيثانول فالإيثانول كيمشي مباشرة للكبد وهنا خطورة وخطورة كبيرة بزاف. كذلك من ضمن الأسباب اللي تسبب هذا المشكل ديال تشحم الكبد هو استهلاك بعض الأغذية خارج الموسم ديالها، مثلا البطاطس، واستسمح انا بصدد الان قراءة الواقع ديالنا، فاستهلاك البطاطس خارج الموسم ديالها، وكنعرفوا حنا البطاطس هي عبارة عن نشويات، هاد النشويات كتمشي للجسم وكتخزن، وللاسف لما كتقلى لما كناخذوها كيف ما خديناها الأغذية خارج الموسم ديالها منها البطاطس مشعر السكري ديالها طالع، وبالتالي كثرة استهلاك ديالها كتسبب لنا هذا المشكل هذايا. ففهمنا أن تدفق الطاقة للجسم هو السبب الأساسي في رفع الأنسولين، ورفع الأنسولين يعطي إشارة للجسم أنه يخزن، والطاقة كتكون كثيرة بزاف فالكبد يضحي وكتكون واحد لما يسمى بالشحوم ديال الكبد. نجيو مسألة التشخيص. مسألة التشخيص هي مسألة للإنسان كيمشي عند مختص كيدير له الموجات فوق الصوتية ليكوغرافي، وكذلك كيرفقها تحاليل طبيه يعني دي ماركور بيولوجيك اللي هي الاسات والالات او الجي بي تي جي او تي والجاما جي تي، هادو تحليلات اللي كيداروا اجل انه نشوفوا هذا الكبد هذا واش الشكل ديالو ولا البنيه ديالو عاديه او لا ماشي عاديه. واخيرا نجيو للحلول. اول معلومه نعطيكم فيما يخص الحلول، وكنهضر على لاستياتوز هيباتيك، تشحم الكبد لا يوجد دواء كنشربو كيحيد لي تشحم الكبد. علاش؟ لان نمط العيش هو اللي جاب لي هذا المشكل. فاول شيء هو ان الكبد يقع في الجهه اليمنى تحت الديافراغم تحت الحجاب الحاجز، وبالتالي التنفس كيبرك على الحجاب الحاجز، سواء جالس انا في بلاصتي كندير التنفس العميق او لا الحركه والنشاط، ما كنقولش انا غير الرياضه، الحركه والنشاط، فهي كتخلي الحجاب الحاجز يتحرك، والحجاب الحاجز مي كيتحرك كيبرك على الكبد، والكبد راه داير بحال واحد ليبونج بحال واحد البونجا، فمي كتبغي تعصرها كتبرك عليها، فهذاك الضغط الميكانيكي كيخلي الكبد انه يعني يتنشط وانه يتحرك وكيحاول انه تكون عنده واحد الحركه من اجل ازاله هذيك الطبيعه الدهنيه اللي كتولي فيه. كذلك كمية الأكل، مهما كان الأكل فكمية الأكل مشكل كبير جدا. النقطة الأخرى أننا خصنا نحلو مشكلتنا مع الخبز، فالخبز يجب أنه يكون بالنخالة، يجب أنه يكون بالزرارة، حبة حلاوة، النافع، الزنجلان، الحبة السوداء، زريعة الكتان، ماشي كوصفة، كغذاء راقي جدا، زائد أننا نديرو بالخميرة البلدية. علاش؟ باش ما يتكونش عندنا الكونديدوز، ما يتكونش عندنا الإيثانول، وما يتكونش عندنا الأسيتالديهيد اللي هما كيزيدوا يفاقموا المشكل لا عند الناس اللي عندهم الكبد الدهني، ولا الناس اللي عندهم ليباتيت أو لا ليباتيت بي ولا جميع الأنواع ديال ليباتيت، زائد الناس اللي عندهم تشمع الكبد أو لا سيروز دي فوا. نقطة أخرى ومن سبب أساسي هو الناس لما كنستهلكوا الفواكه من بعد الوجبة. الفواكه من بعد الوجبة هذه يعني معلومة أكل الدهر عليها والشريب، أننا نبقاو ناخذوا هاد لو ديسير ورا الوجبة، فهذا يسبب مشاكل كثيرة جدا وتخمرات ديال هاد السكريات اللي هي عندها مشعر السكري طالع، وبالتالي كتعطينا إنتاج الإيثانول وكتعطينا إنتاج ما يسمى بثلاثي الجليسيريد. معلومة ما نساش أنني نقولها هو أن الدراسات الآن دابا تمشيو تقلبوا كتلقاو لي تريغليسيريد والمشكل ديال ثلاثي الجليسيريد وهاد الامور وهاد المسائل دي كامله، كما قلنا ان الدهون ماشي هي السبب الاساسي في تشحم الكبد بقدر ما هي الحلويات والمحليات والدقيق الابيض. فكاين مشكل اخر هو ان الابحاث لما دارت على الفريكتوز اللي هو سكر الفواكه، فهي ما دارتش على سكر الفواكه، دارت على الفريكتوز اللي هو السيرود المايس، وهاد السيرود المايس خرجوا بعض الاستنتاجات اللي للاسف بعض الناس كيسقطوها حتى على الفواكه، فالفواكه ما كاينش مشكل بشرط انها تكون موسميه، ناخذوها على معده فارغه ما ناخذوهاش ورا الوجبه فهكايا، وناخذوها بالالياف ديالها، فهكا كنكونوا حطينا المعلومه في مكانها الصحيح. فهنا كنستنتجوا اننا يجب اننا نرجعوا للغذاء الحي، والكبد خصكم تعرفوا بلي يعشق لي فلافونويد، يعشق لي بوليفينول، يعشق المعادن، والكبد عنده جوج مراحل، المرحله ديال لاديسيون والمرحله ديال الكونجيغيزون، هادو ما بجوج كيحتاج فيهم الكبريت
كيحتاج فيهم الالين، كيحتاج فيهم الاليسين، كيحتاج فيهم المغنيسيوم، كيحتاج فيهم المنغانيز، كيحتاج فيهم الكالسيوم، كيحتاج فيهم كل المعادن ما يمكن نجيبها الا من الغذاء الحي، زائد لي بوليفينول ولي فلافونويد، منهم اللي كاينين في زيت الزيتون، منهم المواد اللي هي استرانجون اللي عندها لي في استرانجون اللي كاينه في الاغذيه اللي كتجمع الفم مثلا لما كتاخذ الخرشف، لما كتاخذ القوق، لما كتاخذ البلوط، لما كتاخذ الاغذيه، هذا كيتسمى لي في استرانجون. والكبد يعشق يعشق جدا هاد المواد هادية، منها البيغبيغين اللي كاين في الحار، الكابسيسين كذلك، لابسانتين اللي كاين في الشيبة، المونتول اللي كاين في النعناع، الاولوغوبيين اللي كاين في زيت الزيتون، الكيرسيتين اللي كاين في التومة، اللي كاين في البصلة، اللي كاين الكبريت، اللي كاين في الفجل، اللي كاين دابا الوقت ديالو، الكروسين والبيكرو كروسين اللي كاين في الزعفران، هذه كلها عناصر غذائية يعشقها الكبد من اجل تخرجوا هذا المشكل هذايا. فالحركة ما كنقولش الرياضة، كنقول الحركة والنشاط البدني اليومي، ما كاينش 30 دقيقة في النهار، هذه ليست برياضة وليست بحركة، الحركة خصو يكون النشاط عندنا، النشاط اليومي زائد الغذاء الجيد، الحركة والغذاء الجيد زائد الصيام. الحل الجميل والرائع هو الصيام، الاثنين والخميس والايام البيض 13 و14 و15 في انتظار رمضان، هكا كنكونوا عطينا خلاصة على مشكل ديال تشحم الكبد، لاستياتوز ايباتيك او لا فواغرا. ما تنساوش الأكل نوعان، أكل تأكله وأكل يأكلك. اللهم إني بلغت. السلام عليكم.